السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله في هذا الفيديو سنقدم شرح بسيط لإحدى المنحنيات المهمة في الفيزياء الضوئية، وهو منحنى أصلا. هذا المنحنى هو عبارة عن مخطط للطاقة يعطي تغيرات مقابل طاقة الربط بالنسبة للنواة ناقص أل قسمة أ لدلالة أ. يمكن هذا المخطط من المقارنة بين استقرار النواة. يضم منحنى أصل ثلاث مناطق أساسية حسب تغير عدد النواة A. المنطقة الوسطى وتضم النواة ذات العدد A المحصور تقريبا ما بين 50 إلى 190، وتعتبر هذه النواة الأكثر استقرارا على الإطلاق، بحيث أن طاقة الربط بالنسبة لنواة القيمة المطلقة لناقص أل قسمة أ فإنها تأخذ قيمة كبيرة نسبيا مقارنة مع النواة الأخرى. ومن بين هذه النواة التي توجد في هذه المنطقة هناك نواة الحديد Fe56 التي تعتبر النواة الأكثر استقرارا والتي لها أكبر طاقة ربط بالنسبة لنواة القيمة المطلقة لناقص أل قسمة أ لنواة الحديد Fe56 تساوي 8.79 ميجا إلكترون فولت بار نيوكليون. المنطقة الثانية بمخطط أصلا هي المنطقة التي تضم النواة الخفيفة ذات العدد أ المحصور تقريبا ما بين 0 إلى 50، وهي عبارة عن نواة خفيفة قادرة على الدخول في تفاعلات نووية محرضة تسمى بتفاعلات الاندماج النووي، وهو عبارة عن تفاعل نووي محرض، يعني لا يحدث طبيعيا أو تلقائيا، ولكن يحتاج إلى تدخل خارجي يتم خلاله اتحاد نواتين خفيفتين لتنتج عنهما نواة ذات ثقل أكبر وأكثر استقرارا من سابقاتها المتحدتين، مثل اندماج نواة الدوتريوم H2+ مع نواة التريتيوم H3+ لينتج عن هذا الاتحاد نواة الهيليوم HE42 بالإضافة إلى انبعاث نوترون N1-0 وانتشار طاقة نووية على شكل حرارة كبيرة جدا. هذا التفاعل يحتاج إلى طاقة كبيرة جدا لكي تتمكن النواتين المندمجتين من التغلب عن قوى التنافر الناتجة عن الشحة الموجبة التي تحملانها التي تصعب الاتحاد، وهذا ما يفسر كون هذا التفاعل من التفاعلات الأساسية التي تحدث على مستوى سطح الشمس التي توفر له هذه الطاقة. وفي المقابل أن هذا التفاعل وهو المسؤول عن الطاقة الحرارية الناتجة عن سطح الشمس والتي تنتج بسبب استهلاك نواة الهيدروجين لتنتج عنه نواة الهيليوم بالإضافة إلى الطاقة الحرارية النووية. الجزء الثالث من منحنى أصلا ويضم النواة الثقيلة ذات عدد نواياتها أكبر من 190 تقريبا. هذا النوع من النواة قادر على الدخول في تفاعل نووي يسمى الانشطار النووي، وهو عبارة عن تحول نووي محرض لا يتم تلقائيا، ولكن يتم بعد قذف النواة بنوترون حراري له طاقة حركية ضعيفة، مما يؤدي إلى انقسام النواة إلى نواتين أكثر استقرارا وأقل ثقلا تنتميان إلى منطقة الاستقرار، بالإضافة أنه يصاحبه انتشار قوي للطاقة على شكل طاقة نووية حرارية. مثل انشطار نواة الأورانيوم بعد قذفها بنوترون داخل قلب المفاعلات النووية حسب معادلات التفاعل التالية، وهذه التفاعلات كلها ممكنة داخل المفاعلات النووية. يمكن لهذه التفاعلات التي تحدث داخل المفاعل النووي
أن تتحول إلى تفاعلات متسلسلة إذا لم يتم التحكم في عدد النيوترونات المنبعثة، مما يؤدي إلى تسلسل التفاعلات النووية التي لا تتوقف حتى انشطار آخر نواة أورانيوم موجودة على مستوى المفاعل النووي. ولكي يتم التحكم في التفاعل النووي ولا يتحول إلى تفاعل متسلسل، لقلب المفاعل النووي توضع قضبان من الكادميوم تقوم بامتصاص النيوترونات الزائدة، وبالتالي يتم التحكم في عدد التفاعلات النووية التي تنتج في المفاعل.